أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم، مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد، من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تقطع عنا رفدك ولا تقطع عنا مددك، اللهم اجعلنا من اسعد خطك بك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، واحب خطك اليك والى رسولك صلى الله عليه وسلم، وافرح خطك بك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، واعلن خطك بك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، واقرب خطك اليك والى رسولك صلى الله عليه وسلم. وانزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوه، وإننا بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب أيها الولد المحب للإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي. وقد ذكرنا من جملة ما نصحه الإمام به تلميذه النجيب هذا المقرب إليه الذي عاشره مدة كبيرة، أنه يجب عليه أن يراعي أنه مخلوق لله تعالى، وأن يقيم نفسه في عبادة الله تعالى، وهذا الذي عليه مدار الأمر. ثم ابتدى يفصل في بعد كده، فقال من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. وإذا امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرة، ومن تجاوز الأربعين ولم يقلب خيره شره فليتجهز إلى النار والعياذ بالله تعالى. وهذه نصيحة كافية أنك تعرف أنك تتعبد الله وتتعبد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، اللي هما جناحي قبول العمل: الإخلاص وموافقته للشرع الشريف. فدي جناح قبول الأعمال، دول جناح قبول الأعمال التي تتقرب بها الله تعالى، وحتى تصل الأعمال وترفع وتقبل. أولا ما يكون فيها الإخلاص، ويكون فيها موافقة السنة الشريفة أو الشرع الشريف عموما. قال: أيها الولد، النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبع الهوى مرة، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم، وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي ومشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد سيكون نجاته وخلاصه فيه، وأنه مستغن عن العمل. وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم. لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. وروي أن جنيد حدث الله سره رؤيا في المنام بعد موته، فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: طاحت تلك العبارات وفانيت تلك الإشارات، وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. قال الحكمة، نشرح إن شاء الله تعالى. النصيحة سهلة، ها، إن الناس كلها تسمع النصائح، فكما يقولون لا تقول سمعنا واستمتعنا، ها، إنما قل سمعنا وأطعنا. في يسمع حب التقوى والورع أو سامع، ها، وكل حاجة بتيجي فوقه بس تدخل منها تخرج منها، ما بيعملش بما يسمع، ها، فيقول سمعنا واستمتعنا. لكن الله تعالى يقول: قولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأول حاجة النصيحة سهلة، والمشكل قبولها أي والعمل بها. المشكل وصولها أولا إلى القلب، أن يكون الذهن حاضر، ليس قلب لائي، لا يكون قلب لائي. إذا أراد أن ينقحض فليجلس يستمع، خلاص، فتصل إلى القلب فتنتهي بعد ذلك وتظهر على الجوارح. والمشكل قبولها، إن الناس بتمررها
بدون أن تقبلها أو تعمل بها، مجرد إيه سمعنا واستمتعنا بالكلام الجميل لكن ما عملناش به ولا وقر في قلوبنا، لأنها في مذاق متبع الهوى مرة، اللي بيتبع هواه النصيحة مرة. ليه؟ لأنه هواه يقوده وهواه مسيطر عليه وهواه متحكم فيه، فلما يتبع هواه ويسمع النصيحة تلاقيه غير قابل لها، لا يقبلها لا ينفذها لا تصل إلى قلبه أصلا، خلاص؟ لأنها النصيحة في مذاق متبع الهوى مرة. يبقى احنا عندنا في دلالة لمقياس روح لاتباع الهوى، هل أنا متبع هوايا ولا متبع الشرع الشريف؟ فلو كانت النصيحة بحبها وبحب أسمعها، ها، وبعد كده تقر في قلبي، أي تستقر في قلبي، وبعد ذلك أحاول أعمل بها منتقلة لتلك المراحل، يبقى أنا عندي الهوى أنا متحكم فيه، وليس عندي اتباع للهوى اتباع مفلت يعني يجر بي والعياذ بالله تعالى إلى عقوبة أو نار أو ما إلى ذلك. يبقى أنا هوايا طالما أنا بحب النصيحة، ها، يبقى أنا إيه مش متبع الهوى، يبقى أنا والدرجة إن أنا غير متبع الهوى. مقياس الهوى ده في مقاييس لكل الأدوار أي الأمراض القلبية، مقياس من ضمن مقاييس اتباع الهوى إن أنا أحب أسمع النصيحة. طب لو كنت بكره النصيحة يبقى أنا هوايا غالب علي، يبقى أنا عندي داء معضل يحتاج إن أنا أطرده وأدفعه وأعالجه، رايح؟ لأنها أي النصيحة في مذاق متبع الهوى مرة، ما يحبهاش، ما يحبش يسمعها. وهنا ده طبعا إيه من باب ال طيب، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم، اللي بيتبعوا أهواءهم الشيء المنهي عنه محبوب لهم ومحبوب في قلوبهم بالذات. فما تيجي تعرضه أنت في الشيء اللي هو بيحبه يعرض عنك وما يسمعش كلامك. إذ المناهي محبوبة في قلوبهم ذو متبع الهوى. أما الإنسان اللي هو بيسلك إلى الله تعالى فممكن يكون يحب شيء من المعصية لكن هو يتبع الهوى بأن يكرهه ويجلب نفسه على عدم فعلها وعلى كراهيتها وعلى البعد عنها ويحس إن فيها لذة، لكن لذة مكروهة عنها عنده، لأن الشرع كرهها ولأن الله كرهها ولأن الرسول كرهها، فيكره تلك اللذة رغم أن هو يتطلع إليها، أي مخالفة النفس، مخالفة للهوى، خلاص؟ وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم. طيب، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم أي في قلوب متبعي الأهواء دول، خلاص؟ والهوى هو الميل النفسي عموما، تعريف كلمة هوى، ها، وبرضه هي مرادفة لكلمة حب، الميل النفسي للشيء، تطلع النفس لذلك الشيء والميل إليه. بيختلف الهوى ده بقى، يعني في هوى موافق للشرع، ها، وفي هوى مخالف للشرع، بس غالبا السالك يكون عنده هوى مخالف للشرع. لكن شوف السيدة عائشة بتقول إيه؟ الهوى هو ما يكتسب الإنسان من بيئته المحيطة به، ها، فيكتسب من ذلك مثلا ما اعتاده الناس، العادة، فالعادة دي من الأشياء التي تثبت الهوى. فيجي الإنسان نفسه تتطلع لفعل شيء غير موافق للشرع، فتيجي نفسه عايز تتأيد بالهوى، تقول ما كل الناس يفعل ذلك، هتمتنع أنت لماذا؟ خلاص، بعد ذلك تسهل له ويسهل له الهوى فعل إيه؟ المخالفات الشرعية. فإيه؟ استقل، ها؟ الإيه؟ الإرادة ترك العادة، بمعنى من كان يريد الله ورسوله ترك عاداته وانتقل إلى عادات الشرع الشريف. ماشي، يبتدي يتقيد بعادات الشرع الشريف ويترك عادات نفسه. طب ما النفس اللي بتحب العادات دي والهوى، أو الرب يتركها ويعاند معاها، يحارب نفسه ويخالف نفسه والشيطان وعصيهما وإنهما محبات المصحف، فالتالي قال: وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي، أي العلم اللي هو العلوم الشرعية الظاهرة. ففي علم باطن وعلم ظاهر، العلم الظاهر هو العلوم الرسمية، المواريث، الفقه، أصول الفقه، قواعد الفقه، اللغة، البيان، كل دي علوم رسمية أي علوم ظاهرة، خلاص؟ ومشتقل أنا وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي أي العلوم الظاهرة للشريعة أو علوم العموم الظاهرة، العلوم الظاهرة، فده ممكن يحصل الهوى ده.
ومشتغلا في فضل النفس، ده مشتغلا في ان يحصل فضلا لنفسه، ها، بنفي الجهل عن نفسه في ظواهر الشريعه وما الى ذلك. ومشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا، اي ان نفسه مسيطره عليه برضه، غالبه عليه، عايز يجيب لها فضل عشان الناس تحمده على تلك المفضله وتثني عليه، او مشتغل بتحصيل مناقب الدنيا وامور الدنيا ومنافعها. فإنه يحسب أن العلم المجرد سيكون نجاته وخلاصه فيه، يحسب أن العلم الظاهر الرسمي المجرد ده الخالي عن علوم الباطن، ها، كاف له، ها، فيه نجا، سيكون نجاته وخلاصه فيه، كاف لأن يكون ينجو وكاف لأن يخلص من كل بلاء أو في الدنيا والآخرة. وأنه مستغن عن العمل، ده كمان إيه بالعلم الظاهر ده حصل عنده استغناء عن العمل، ودي بلوى عظيمة. وهو ألا يعمل بما يعلم، لازم الإنسان يعمل بما يعلم ولو بالقليل منه المستطيع. ولذلك الإمام النووي في موضع في كتاب الأذكار النووية يقول إيه، ومن علم سنة أو حسن حديثا فعليه أن يعمل مرة واحدة به في حياته لعله أن يكون من أهل ذلك الحديث أو تلك السنة. يبقى الإنسان إيه؟ ينتقل بالعمل دائما، ودي البركة بتاعة العلم، كلما تعمل به يزداد رسوخه عندك، ها؟ بل قد تستغنى عن العلم بالعمل، يعني لما يجي واحد مثلا كنت بعمل امتحان فبقول له ما أركان الصلاة؟ أنت لو عرفت أركان، لو أنت قرأت الأركان أنت خدتها في مخك هتجيبها من غير ما تقول ما أنا بقف، وبعدين بقرأ بكبر كتير لحد ما أجيبه. طب والقيام يبقى ايه؟ يستدرك هذه الاشياء بالعمل بتاعه، فلا تذهب عنه بركه العلم بالعمل. ثانيا انه ايه؟ من علم بما يعمل علمه الله ما علم ما لم يعلم. هذا وان كان فيه اختلاف في انه حديث ام لا، لكن بعض العلماء قال حديث صحيح وحجه، ها، ودي بالممارسه موجوده. انت ما تعمل تجد ربنا بيكسبك في قلبك علما باشياء لم تطلع عليها ولم تكن تدريها يعلمها الله تعالى لك من العلم اليقيني اللدني. خلاص، لكن طالب العلم الظاهر ده ممكن يكون عنده بلاءات، اولا ينشغل بالعلم الظاهر عن العمل به، ثانيا ينشغل عن العلم الباطن، ان يجمع العلم الظاهر يقرنه بعلم باطن. في ناس في كليه الطب هنا اقول له يعمل ايه وهو رايح الكليه، ها، ينوي كده نيته الصافيه لله تعالى حلوه تجعله يبارك، ها، ينوي ان هو ينفع المسلمين بذلك العلم وانه يعالج مرضى المسلمين وانه هكذا. واحد طالب علم شرعي وهيتصدر للفتوى بعد كده، يبقى ينوي انه يحصل العلم بنيه ايه؟ التصدر للفتوى حتى يقوم بفرض الكفاله في اداء الفتوى عن الناس، ها، وليجتهد بقى في علمه عشان يبقى متصدر بالفعل، بس ايه؟ حتى يرفع الحرج عن الامه بتاديه فرض الكفايه في من يراد به الفتوى. لأن الفتوى في الأمة فرض كفاية، فيجب أن يقوم بها مجموعة من الناس تقوم بفرض الكفاية ده، ولا إلا آثم الجميع كما هو في حال شرح فرض الكفاية. وعلى الخصوص أن يهتم بالنصيحة وقبولها وإرسائها في القلب والعمل به بعد ذلك، ها؟ لمن كان طالب العلم الرسمي أي الظاهري الشرعي أو غيره، ومشتغلا في فضل النفس، مشتغلا يجعل لنفسه فضلا بين الناس وبمناقب الدنيا، أن يعني يكون له منقبة في الدنيا بين الناس، يعني نوع من الرياء. فإنه يحسب أن العلم المجرد أي عن العمل وعن إقامته بالجناح الآخر وهو جناح الإخلاص في القلب سيكون نجاته وخلاصه فيه، أي في الدنيا والآخرة. وأنه مستغن عن العمل، هذه أول باب، أنه يستغني بالعلم عن العمل. وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم، لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكل. واحد جاهل يقول يا رب أنا ما عرفتش. طب ده عالم بقى. هتبقى الحجة عليه أقوى وآكل، فإنه لم يعمل بما علم. خلاص؟ لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد. فالعلم حجة على المتعلم وعلى العالم أيضا، ها، إن لم يعمل به.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. رواه الهيثمي، أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. ماشي. دايما سيدنا الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه يجيب الدليل من القرآن والدليل من السنة، وبعد كده الدليل من أكابر علماء الصحابة والتابعين، وبعدين الدليل من إيه؟ من المسائل التي ذكرها الفقهاء والعلماء. فهنا يرجع عن الجنيد، وروي أن الجنيد قدس الله سره، رؤي في المنام بعد موته. فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ كان الجنيد اسمه أبو القاسم، كنيته أبو القاسم. ها؟ قال: طاحت تلك العبارات. قال له يعني لقى صورة كويسة، والرواية تقول إن هو رآه رؤية في المنام بعد موته. واحد رآه صورة حسنة جميلة، مستور يلبس أبيض في أبيض وإنه في الجنان والروضات. فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ إيه اللي وصلت في رواية أنه إيه؟ كيف وصلت إلى هذه الدرجة يا أبا القاسم اللي هو الجنان؟ قال: طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات، وما نفعنا إلا ركعيعات ركعناها في جوف الليل، اللي هو العمل الذي نتج عن العلم الذي عنده. قال: كان الشيخ من أصحاب العبارة الرائقة في التصوف والسلوك والتربية الشيخ الجنيد، بل أعلام شيخ الطريق، قال شيخ الطريق وسلم الجميع له، حتى الإمام أحمد بن حنبل. فبيقول: طاحت تلك العبارات، العبارات اللي احنا كنا بنقولها وجميلة كده، ذهبت. وفنيت تلك الإشارات، هلكت تلك الإشارات، اللي هي الإشارات الإيه؟ المعنى العبارة في إشارة، اللي أنا أشير إليك بمعنى دقيق. ها؟ فالإشارة هو ما كان باطن العبارة، باطن العبارة هو الإشارة، فكل عبارة لها إيه؟ ظاهر وباطن. الباطن بتاعها ويسمى الإشارة. أديكم مثال على الإشارة، كنا بنقرأ النهاردة في السيرة النبوية إن لما جيوش الصحابة الزلاق وصلت إلى مكان في طي على ما أعتقد، يعني في الليل كان فيه فوت إيه، فكان وفد طي بعض من أهل طي راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن إبلكم لتؤكل الآن، معنى الحديث يعني الإبل بتاعتكم تتأكل الآن. فما فهموش الاثنين، لان هم فاكرين ان قومهم لسه ما وصلهمش جيش المسلمين، ولا انتصروا عليهم، ولا اخذ الابل ونحروها، ان ابلكم لتنحر الان. فهم ما فهموش. فسيدنا ده المعنى ايه؟ او ظهر العباره، باطن العباره ام خرجوا لسيدنا عثمان، فسيدنا عثمان قال: ان جيوش الصحابه انتصرت على جيوشكم واخذت الابل وبتنحرها وتاكلها، فده باطن العباره. فكل لفظ له ظاهر وباطن، والباطن اوسع من الظاهر. يقول سيدنا نور الدين مثلا كمثال لما كان بيشرح الحج، فيقول: الحج مطلق القصد، ومطلق القصد يكون لله تعالى. يبقى ده الحج في معنى الإشارة، انك تقصد الله، انك تقصد الله تعالى في كل امورك وشؤونك، خلاص، عادتك وعباداتك، فرائضك ونوافلك، خلاص. ده ايه؟ مطلق القصد، ده معنى الاشياء دي بتاع كلمه الحج. طب والحج في مصطلح اهل الفن عند الفقهاء، ده قصد بيت الله الحرام بنسك، ده معنى خاص، خلاص. لكن المعنى الاشياء غالبا ما يكون قريب من المعنى اللغوي، ان الحج مطلق القصد، هكذا قالوا الحج لغه مطلق القصد، والحج شرعا قصد بيت الله الحرام بين وسكين، خلاص. اما الحج فعند اهل الطريق والتربيه انك تقصد الله تعالى، تقصد الله تعالى بجميع اعمالك في سكناتك وحركاتك، ها، وما الى ذلك. ففنيت تلك الاشارات، يعني لا العباره نفعت ولا الاشاره نفعت، احنا كان بنتكلم بالاشاره كتير جدا، خلاص. سيدنا اهل الطريق يتكلمون بالاشارات، حتى الفوا في ذلك علم الإشارات. وما نفعل، يعني الذي نفع الإمام الجنيد رحمه الله تعالى في آخرته، إلا ركيعات يستصغرها، بعض الركعات الصغيرة ركعناها في جوف الليل، ده اللي نفعنا ونجانا يوم القيامة وجعلنا في مقام عالي، وأنه هنا ظهر إيه؟ أنه عمل بما علم بقدر إمكانه.
مع ترتيب الأولويات. فطبعاً إيه؟ كأنه عندما يتعلم ويعلم ده فرض كفاية، ولكن لا يترك النافلة بقيام الليل، فعمل بما علم من فضل قيام الليل وما إلى ذلك، وكان يحث الناس عليه. فهكذا أنه أولاً أن يقدم الأولويات ويعمل بقدر استطاعته، فكل ليلة نهار مشغلاً بربك مقيماً نفسك في طاعته سبحانه وتعالى. انتهت الحكمة دي. عندكم أسئلة عليها ولا نكمل؟ ركعات تصغير ركعة، تصغير ركعات، وركعات يعني بعض الركعات القليلة التي ليست فيها طول، ها؟ كما يقيم بها الشيخ الجنيدي في الليل، فدي اللي كانت سبب رفعته ونجاته، لأنه عمل بما علم، عمل بما علم من الفضل في قيام الليل وما إلى ذلك، وعمل به ولو على شيء قليل، فكانت سبب نجاته. لا طبعا، ومقصود ايه؟ ان هو كان من اهل العباره واهل الاشاره. ها؟ الجنيد كان من اهل العباره واهل الاشاره في الطريق، ومشهور جدا، فكانت عباراته كثيره جدا كتير، وقال الجنيد كذا، عرف الاخلاص، وعرف كذا، واشتغل في كذا، وشرح ابواب المقامات والاحوال وما الى ذلك. فهل ده اللي نفعه يوم القيامه؟ لا، اللي نفعه ما عمل به من بعد بضع وكيعات في ظلمة اللي كان سبب في ارتقائه. واضح؟ ممكن طبعا عباراته تؤدي الى رقي الان، لان الانسان لما يقرا عباراته بيخشع وبيخضع وبيعرف كيف كان الصالحين على حقيقه على حقيقتهم. ماشي؟ في اسئله ثانيه؟ هو ايش؟ ايوه، من ده هضم النفس والطلب. بس ايه السبب الاساسي للنجاه؟ العمل، انه عمل بما يعلم بقدر امكانه واستطاعته مع تقديم الاولويات كما قلت. انه ايه السبب؟ ايه؟ انه عمل خلاص. طب لو ما كانش قام الليل خالص وكان مستطيع يبقى مقصر، قد لا يكون العبارات دي لها فائده. عشان الشيخ نبه هنا الى ايه؟ الذي يستغني عن العمل. قال ولانه مستغني عن العمل بالعلم. فالاستغناء عن العمل بالعلم ده يؤدي الى ان العمل يكون العلم يكون حجه عليه يوم القيامه. زي اول من تسعر به النار ثلاث، خلاص، رجل قارئ وجواد وشجاع، فاول من تسعر به النار ثلاثه. هنا حصل مخالفه انهم تركوا اولا دول في نياتهم، للقاء في نياتهم، لكن ده هو اعمل عمل. يبقى قلت لك جناحين، قبول العمل، الاخلاص، والعمل نفسه يكون عقود في عمل. الاخلاص هو موافقه السنه. يبقى تعمل ويكون العمل ده فيه اخلاص بقى وفيه موافقه الشرع الشريف. طب ما عملتش، يبقى تسال عن ذلك العمل ده لم تعمل. ففي الفرض تسال على سبيل ايه؟ العقاب والوزن، وفي النافله على سبيل المعاتبه. ها؟ تعاتب، ليه قصرت في النافله؟ اما يعاتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هيتعذب ولا حاجه، لكن في تقصيرك، ها؟ في قيامك بحق العبودية لله تعالى تعاتب، خلاص في النافلة. ماشي؟ يعني ننظر في نوافل، فتح الله عليك، ننظر في نوافل اختلف فيها العلماء. الإمام مالك يقول يعني من ترك الوتر ثلاثة أيام فسق. طب ما تخرج من خلافه صلي ركعة الوتر دي، ركعة واحدة قل هو الله أحد كل ليلة، خلاص ده عنده هيبقى فسق، لا تقبل شهادته عند الإمام مالك. ها؟ وبرضه في من ترك ركعتي الفجر ايضا فيها برضه اثم عظيم، بعضهم يعني اثم من تركها، يعني يقول الوتر واجب على كل محتلم، او في دليل على الوجوب صريح، وان كان العلماء صرفوه على الوجوب لان هي دي الاصول. اعلم ايضا ان في احاديث اصول واحاديث فروع، وايات اصول وايات فروع. فمن احاديث الاصول خمس صلوات في اليوم والليله، هل علي غيرهن؟ قال لا. خلاص، ففي حديث الوتر واجب على كل محتلم يؤول على الخمس صلوات، هيبقى سته؟ لا، نقول ايه؟ اي مطالب طلبا مؤكدا لكن لا يصل الوجوب. خلاص؟ اي لشده الطلب ولا يحمل على الوجوب، عشان الاجر كان بقت سته. ها؟ الصلوات بقت سته مش خمسه، والحديث صحيح. فلكن ابو حنيفه عنده تفريق بين الواجب والفرض، فقال لك ايوه واجب. يعني يحصل ايه؟ يبقى لو تركه كان تركه كراهه تحليليه،
واضح؟ لكن عند الجمهور ان هو مش واجب بالصفه دي، لكن عند الامام ابو حنيفه او يدخل في القرار التحريميه، القرار التحريميه يعني فيها ذنب، فيها اثم. خلاص الا لا تصل مثل الحرام لذاته. خلاص؟ فمثلا ترك الوتر كده كراهه تحريميه، ترك غسل الجمعه كراهه تحريميه عند ابو حنيفه. اخرج من خلاف العلماء دول. وزي ما قال الامام مالك مثلا لما ترك الوتر ثلاثه ايام، ثلاثه ليالي انها يبقى فسق، ما تقبلش شهادته، اصبح حاله حال التفسق، مش حال العدل، مش حال الايه؟ التاجن. واضح؟ ايش تاني يا سيدي؟ خلاص ننقل لما بعده؟ البنات يكتبوا في ورق لو عايزين اسئله. طيب ايها الولد، يبقى هنا بيوصيك انك تعلم وتعمل ما تعلم وتحصل الحال القلبي للعلم. زي ما قلت لك وانت رايح الكليه بتاعتك طالب اشياء ازهري، ها؟ قول يا رب افتح عليا بالعلوم عشان انقل دينك للناس. اللهم بلغ بنا دينك وانشر بنا دينك وانصر بنا دينك واجرنا على ذلك. حلو؟ خلاص؟ النية دي خصوصا نية طلب العلم دي فيها نيات عجيبة. مثلا ايه؟ تاخد الاحاديث اللي ورد في طلب العلم فقط. ها من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، اللهم اجعلني في سبيلك. اجعل خروجي في سبيلك ومرجعي في سبيلك واجعل حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لك يا رب العالمين. يبقى انت كده نية حلوة. ها؟ تساعدك وفي نفس الوقت تكون مباركة في العمل، تساعدك على الانتخاب اهو في طلب العلم. فتساعدك على العمل، طلب العلم ده عمل نفسه، هو نفسه عمل، فتساعدك على ذلك ويبقى نية مباركة وهكذا. إيه حاجة تاني؟ طيب. أيها الولد، لا تكن من أعمال الدنيا مفلسا، لا تكن من الأعمال مفلسا، ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع، أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ناخذ قطعة قطعة. أيضا رجع هنا لتأكيد مبدأ العمل بما تعلم. قال أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا، ما تكونش إيه، ما عندكش أعمال خالص. بل بعضهم قد يتعلم ولكن لا يقوم بالفروض. فيبقى يأثم، ها؟ يبقى حاله بعيد عن الله تعالى. يبقى لا تكن من الاعمال مفلسا، اجعل لك شيئا من الاعمال والطاعات. جميع الاعمال تحول الى طاعه، يعني لو نويت ايه علاج المرضى المسلمين برفع الضرر يعني عنهم، هذه نية جميلة وتقدر وتثاب عليها. ولا من الاحوال، ولا تكن من الاحوال خاليا، اي ولا من الاحوال خاليا، اي لا تكن من الاحوال خاليا، الاحوال اللي هي مقامات القلب واحوال القلب. يعني لازم يكون عندك ظاهر وباطن. عمل بالجوارح ونية. قال الإمام الموردي كما نقل عنه الشيخ الخطيب الشربيني في الإقناع، الإخلاص هو النية. يبقى توجيه النية لله تعالى ده معنى الإخلاص، سهل. بتنوي الصلاة، بتنوي الوضوء، يبقى إيه، أنت كده مخلص لأنك استحضرت أن العمل لله تعالى واستحضرت النية في أوله. خلاص؟ ولا من الاحوال خاليا، لا تكن من الاحوال خاليا، اي لا يكن لك حال مع الله تعالى، تكون خالي من الاحوال مع الله تعالى. الاحوال اللي هي منازل ومراتب القلب في سلوكها الى الله تعالى. الخشيه، الخشوع، في الصلاه الخضوع، بيان الذل لله تعالى، بيان العبوديه، بيان الحاجه لله تعالى، ده كله بيان حاجتك لله تعالى. هذه الاحوال، الاحوال القلبيه. فلا تكن زي ايه، يبقى لا تكن من الاعمال مفلسا، ما بيصليش. ولا تكن من الاحوال خاليا، اي بتصلي بس ما نواش. فالعمل في الحالتين مرفوض. ما صلاش يبقى ما عملش اصلا، وصلى لكن ما نواش يبقى ما عملش. هي هي، يبقى الاحوال الباطنيه دي بل المدار على الحال القلبي. لآية وحديث، المدار في القبول عند الله تعالى، ها؟ والرقي على القلب. خلاص؟ ودليل ذلك القرآن. إلا من أتى الله بقلب سليم. خلاص؟ يبقى ايه؟ القلب السليم ده لو قال الله قلب سليم بس، خلاص. حتى من غير اعمال ولو كان، بس على ما خصهاش في الفرائض،
خلاص. ولذلك بعض العلماء من السالكين والمربين يقول إيه؟ إن صلاح القلب واجب عليك، أن تصلح قلبك وتخلي ما فيه من الأدواء والأمراض، وأن تحليه بالصفات الجميلة المحبوبة المقربة إلى الله ورسوله، ده واجب عليك فرض كفاية أو فرض عين عليك. فانشغاله بالنافلة تقديم للنافلة على الفرض، فقد يقصر في النافلة في الظاهر ها، ولكن إيه يصلح قلبه، ده جميل جدا. وكذا نرى الناس مثل ذلك قلوبهم جميلة جدا إلا أنهم عملهم قليل. فإصلاح القلب أهم من إصلاح أعمال الظاهر، وإن كان إصلاح أعمال الظاهر في الفرائض ده ركن في القبول أولا، أنك تقوم بالأعمال الظاهرية المفروضة عليك. خلاص. ولذلك يقول سيدنا ابن عجيبة، قرأت لي عبارة كده وجدتها، يقول إيه؟ إن الذرة من أعمال القلوب تعادل الجبال أو تفوق الجبال من أعمال الجوارح. واحد بيصلي نافلة كتير لكن مش خاشع، والتاني قاعد كده وتفكر وتدبر وسبح وقنع وخشع وذل لله تعالى، ايه الافضل؟ هو التاني ده، لان الاول ما حصلش المعنى القلبي، فلازم يكون عندك معنى قلبي من احوال وما الى ذلك مع الله تعالى. والاحوال معناها ايه؟ انزال قلبك في مقام العبوديه لله تعالى، ماشي، واظهار مقام الربوبيه لله تعالى، ان تظهر نفسك انك تظهر مقام الربوبيه. وتيقن ان العلم المجرد لا ياخذ باليد. تيقن ايها الولد ان العلم المجرد عن العمل ما يوصلكش الحال، ما يوديكش الحال. خلاص. مثاله المثال لذلك، لو كان على رجل في بريه 10 أسياف هنديه مع أسلحة أخرى، عنده هذا الرجل عليه يعني معاه في البرية أي في الصحراء أو في البرية ها في الصحراء 10 أسياف هندية مع 10 أسياف هندية، خلاص، ودي أجود أنواع السيوف مع أسلحة أخرى، مع أسلحة أخرى رماح وما إلى ذلك ودروع وما إلى ذلك. وكان الرجل شجاعا، كان الرجل كمان شجاع ومن اهل الحرب واهل حرب، كان بمحارب، فحمل عليه اسد عظيم مهيب، جهجم عليه اسد عظيم مهيب ضخم جدا، فما ظنك؟ هل تدفع الاسلحه شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ حطت السلاح جنبه والاسد هجم عليه، ما امشي وخد السلاح وقتل الاسد، لا، فضل قاعد ساكت كده. هل الأسلحة دي وهي جنبه كده هتدافع عنه؟ أو تدفع عنه شر الأسد؟ تدفعش. خلاص؟ يجب إن هو يأخذ السلاح أو عمل ويخرجه من الغمد وبعدين يقاتل بيه الأسد. بل أقل من كده، لو عنده شوية حطب وجاء أسد، ما الأسد بيخاف من النار. لو قعد كده جنب الحطب وما ولعوش الأسد هيرمي. ولع الحطب الأسد هيفر. خلاص، فالاسد يخاف من النار، لو ولع النار وقعد جنبها بجوارها كده الاسد يفر. فهنا ايه الاسلحه وهي موجوده بجواره، هل تنفعه؟ ما تنفعوش. خلاص. هل تدفع الاسلحه تشره عنه شر الاسد عنه بلا استعمالها وضربها بدون ان يستعملها ويضرب بها الاسد؟ ما تدفعش طبعا عنه. ومن المعلوم انها لا تدفع الا بالتحريك والضرب، اي بالفعل، اي الناتج عن العمل وعن كمال الاله. عنده شجاعه بس باطنه، ها، عنده وهو اهل حرب لكن كل ده ما استخدموش، يبقى هيتاكل الاسد وجهه. هكذا تاكله ايه؟ ياكل الشيطان والنفس والهوى والدنيا الانسان اذا هو لم يعمل بما لا يعلم، فيكون سبب هلاك. ومن المعلوم انها لا تدفع الا بالتحريك والضرب، ان السيوف الهنديه دي والاسلحه لا تدفع عنه أذى الأسد ها إلا بالتحريك والضرب. فكذا مثال ذلك هو مثل المثال الذي قاله. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل، ما تفيدوش إلا ما يعمل بها. لكن في مسائل علمية بالفعل، لكن في مسائل عملية، يعني العلم كله فيه إما ما هو عملي وما هو علمي. خلاص. في مسائل علميه زي المسائل العلميه بتاعت التوحيد او العقيده، دي مسائل علميه اي قلبيه، هي علم لوحده خاص بالقلوب.
خلاص علم قائم بالقلوب، لان كل اركان الايمان احوال قلبيه. تؤمن اي تزعن، تؤمن ها ان تؤمن بالله ورسوله، تشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، تشهد وتزعش. الشهاده معناها التصديق والاذعان، برضو ايه نور. الشهاده معناها التصديق والاذعان. الاذعان اي تسليم القلبي، يبقى في عمل بالقلب اهو. اعمال القلوب دي عظيمه جدا، ماشي. فيبقى اظن ممكن وانا قاعد كده ساكت ببقى بعمل بقلبي، ها، في تحصيل زياده الايمان، اليقين، ظهور الخشوع لله تعالى، التفكر والتدبر، ها. فالطريق الى الله بحاجتين، الذكر والفكر. يقول لك ايه الكلام ده جايبينه منين؟ الذكر والفكر دول ده ايات قرانيه، خلاص. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، ذوي العقول الراسخه الراجحه والحكمه. اولي الالباب دول ها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يبقى يذكر ويتفكر، يبقى الذكر والفكر والطريق الى الله تعالى بالذكر والفكر اولا. فهذه فكذا اي مثل ذلك الرجل الشجاع، ها، لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل، لا تفيد وتبطل معه ويكون لها أثر جيد معه إلا بالعمل، بأن يعمل بها بقدر الإمكان طبعا، لأن مثلا الأذكار اعمل بقدر الإمكان ولو بقليل من بعشر ما تعلم فتنجو، لو عملت بعشر ما تعلم تنجو. ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجلين والكشكال فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما. قبل ما نجيب الأبيات المذكورة دي، ومثله أيضا لو كان برجل حرارة، أي الرجل أصيب بحمى، فالأدواء أربعة، الأمراض تنتج عن أربع أسباب، والأربع أسباب دي موجودة في الطعام، بسبب الطعام، فالطعام إما بارد وإما حار وإما يابس وإما رطب، فينتج نتيجة زيادة الأخلاط من الطعام، ها، الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة. فبيدي مثال احد امثله، يعني بيقول ايه؟ لو كان لرجل حراره، اي اصيب بحراره في بدنه يعني حمى، ومرض صفراوي، اي مقارن للحراره دي، باعتبار نتائج ايه؟ ان الصفراء نتيجه الحراره او الحراره نتيجه الصفراء، في علاقه بينهما مضطرده، يكون علاجه بالسكنجلين والكشكال. دول ادويه كان بيستخدمها الامام الغزالي في عصره لازاله الحراره، ودي ضد الحرارة تستخدم ايه كأدوية باردة للبرودة، خلاص. فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما، أي السعي والفعل بأخذهما وتعاطيهما. إذا فعل أخذ الدواء السكنجلين أو الكشكال، دي أدواء دواء يزيل الصفراء، ها، ويزيل الحرارة. فلو هو قاعد كده وقال أنا مريض وعارف أن الدواء أنا مريض بالحمى أو بالحرارة أو بمرض صفراوي، وأعلم أن السكنجبين والكشكال فيه علاج للمرض الحراري أو الصفراوي أو الحمى، ثم أعاد وأعلم كده وسي ما تناولش الدواء، هل يشفى؟ ربنا نصر الأسباب وقال لك خذ بها. فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما، أي سعيه في تعاطي تلك الأدوية بالفعل، ماشي، ولا يكتفي بالقوة. فقوة العلم لا تكفي، إنما لازم أن يقترن بقوة العلم قوة الفعل. قال ريتشي الشيخ مترجمون بعد كده، كرلي دو هزار وقي همي بيمائي
تاني نخوري نبا شتى شيدا شيدان. قال شرح ترجم هذا البيت الشيخ أمين الكردي رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصالحين: لو كنت الترجمة تعلم لو كنت ألف غطل خمر لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشرب. يقول لك لو أنت لو كنت ألف غطل خمر لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشرب. وزنت كنت يعني وزنت خلاص كيل أو وزن ألف غطل من الخمر وزنت ألف غطل من الخمر لكن ما شربتش ولا بؤ لم تكن لتصير نشوانا أي سكرانا إذا لم تشرب. وزنت ألف غطل لكن ما تناولتش ما فعلتش خلاص. والمقصود أن العبارة عن الشيء بالكلام ليست كتجربته ومعاناته أي وفعله، وليس المقصود من ذكر الخمر هنا إلا ضرب المثال. واحد والعياذ بالله بيشتغل خمار، فهل ده بيسكر يقعد يوزن الخمرة ويكلها للناس ويديها والعياذ بالله تعالى، لكن هو بيسكر مجرد أنه نقلها أو صبها؟ لا، لازم يتعاطاها بنفسه أي يتعاطى فعليها بنفسه. يقول لو انت عايش في وسط كذا مش هينفع غير انك انت تعمل بما تعمل. والمراد طبعا المراد ده بالمثال بس، انك عايش اهو وانت عندك علم بالقوة دي، لكن لم يظهر هذا العلم بالفعل بان ظهر على جوارحه. فهذا العلم الذي بالقوة لو كنت مطالبا به على سبيل الفرضية اثمت بتركه، وان كنت مطالب اذا لم تفعله خلاص اتعلمت خلاص، فده ايه؟ علم بالقوة دي. علم بالقوة دي. فإذا لم تفعل أي يسد لك علم فعلا ها، فإن كان فرضا أثبت به بتركه، وإن كان نافلة أثبت على تركها يوم القيامة من السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل خلاص. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أي عمل خلاص، سعى يعني تحرك وأخذ في العمل بناء على العلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا جزاء بما كانوا يكسبون. يكسبون اللي بيكتسبوا بالأعمال. خلي بالك أصل مطلق العمل لا يطلق على العمل الجوارح بس، هو عمل الجوارح وعمل القلب أيضا خلاص. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يرون عنها حولا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا خلاص. ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. تنتقل بعد العلم إلى العمل. واستدل بالآيات ده وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. سعى معنى سعيه أي عمله خلاص، بما عمله سواء عمل القلب أو عمل الجوارح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أو فليعمل عملا صالحا جزاء بما كانوا يكسبون أي يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، النص صريح، وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يرجون عنها حولا. الآية الأخيرة: إلا من تاب وآمن وعمل صالح وعمل عملا صالحا. سورة الفرقان. وما تقول في هذا الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عمل بالقلب، يعني باعتبار ان الشهاده هي التصديق والاذعان بالقلب، يبقى ده عمل من اعمال القلوب. وانا محمد رسول الله، واقام الصلاه هو عمل، وايتاء الزكاه عمل، وصوم رمضان عمل، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا عمل. كل دي اعمال. والايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان. ودليل الأعمال، طيب، والإيمان، تعريف الإيمان هذا عند أهل السنة والجماعة، إلا أن الإيمان له أصل وله كمال. فأصله ها التصديق بالجنان،
خلاص. أصل الإيمان التصديق بالجنان، أي الاعتقاد القلبي والإزعاج، ده معنى الإيمان أصلا. خلاص. وقول باللسان هذا ظهر على الجوارح. خلاص. وعمل بالأركان، فالقول باللسان والعمل بالأركان من باب إيه؟ كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. أصل الإيمان أن تصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتزعن له وتسلم له، ده أصل الإيمان. طيب القول باللسان اختلف علماء التوحيد في ذلك، فقالت السادة، فقال الجمهور أن القول باللسان اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، النطق بها باللسان هذا شرط في صحة، شرط كمال في صحة الإيمان، مش شرط صحة، شرط كمال. خلاص. والسادة الأحناف قال لا، ده شطر من الإيمان، إن النطق بالشهادتين شطر من الإيمان، جزء من الإيمان. خلاص. يبقى اعتقاد قلبي وإذعان قلبي مع النطق بالشهادتين لمن يستطيع، الآخر أصلا ينطق، للمستطيع عند السادة الأحناف يقولوا ده ركن، جزء من الإيمان، النطق بالشهادتين للمستطيع. الجمهور قال لا، العبرة بالتصديق والإذعان القلبي، هيختلف، هيبني على هذين القولين اختلاف. عم ندرسلكم كل العلوم. إن الذي قال أنه شطر، الإمام حنيفة قال من آمن بقلبه ولم ينطق من لسانه إن كان مستطيعا فليس مؤمنا عند الله، يعني كافر برضه. لكن الجمهور قالوا إيه؟ بل ده شرط كمان، يكفي الإيمان القلبي فقط، وعند ذلك يكون عندنا إحنا مش ناجي، مش هو شرط الشهادتين، لكن عند الله هو مؤمن بالله وموحد وشهد الشهادتين في قلبه، يبقى مؤمن عند الله تعالى يوم القيامة المؤمن. خلاص. وده الفرق بين المسألتين. والإيمان قول باللسان، فالقول باللسان كمال وليس شرط صحة ولا رفض في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. التصديق بالجنان هو التصديق والإذعان، ها هو ده معنى الإيمان القلب الحقيقي اللي هو أصل الإيمان. وما زاد على ذلك من قول باللسان أو عمل بالأركان كمال للإيمان، فالإيمان يزيد وينقص كما قال الإمام البخاري لقيت 1000 عالم يقولون أن الإيمان قول وعمل، ها وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، باعتبار مش أصل الإيمان، أصل الإيمان اعتقاد قلبي، فجين الجزء اللي هو العمل القلبي ده هو ده أصل الإيمان، وبعد كده ما بقى ذلك يبقى زيادة ونقصان، كمال في الإيمان أو نقص في الإيمان باعتبار القول باللسان أو العمل بالأركان. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى، دليل الحث الشارعي ها في القرآن والسنة على العمل أكثر من أن يحصى. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، هنبتدي المسألة إيه تحت حديث ها لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ألا أنت يا رسول الله؟ قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولكن لما سئل أيضا عن أو في الإشراء قال لك إيه دخول جنة ربنا دي بالرحمة والفضل، ملاش دعوة بالأعمال، خلاص إلا أن إيه أما سئل طب أكل شيء كتب؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا أمرهم بالعمل، فكل ميسر لما خلق له، فنحن ملتزمين أمر الشارع عليه الصلاة والسلام فيما هو ليس فيه إشكال، قال اعمل، قال كل شيء مكتوب، قال طب ما خلاص فرق بقى أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، قال لا ولكن اعملوا، لأنك أولا لا تدري ما المكتوب عليك أو مكتوب لك، ثانيا أنك أنت مطالب بالعمل تكليفا شرعيا، فعليك أن تعمل وفقط. لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، طيب أنت عندك استعداد لأن تكون من أهل الجنة بالطاعة والعبادة، لأن رحمة الله قريب من المحسنين اللي هم المحسنين أي من عملوا بما يعلمون. ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة كؤود يقطعها إلى أن يصل؟ والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. الأركان جاءت جوارح، يعني إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، الصوم، وهكذا أعمال الجوارح، يعني الأركان هي الجوارح يعني. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى، وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته.
وده الفرق بين الأمنية وبين الرجاء. إن إيه يبقى ده إيه؟ لذلك الشرع من فرق بين داء الأمنية وبين دواء الرجاء. الأمنية والرجاء من باب واحد. إنك أنت الأمنية بتتمنى على الله الأماني من غير ما تعمل. والرجاء مقترن بالعمل. خلاص؟ فيستعد بطاعته وعبادته، وده معنى إيه؟ إن هو يرجو كما يرجو رحمة ربه فليعمل، يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يرشد بعباد ربه، بلاش ما كان يتمنى، لأن الرجاء يكون عن عمل، لأنه أخذ بالأسباب واجتهد واستعد بطاعته وعبادته لأن إيه؟ يكون من أهل النجاة، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا يسمى الذي علم ولم يعمل بلا علم بما يعلم. ولم يعمل بما يعلم انه محسن بل مسيء ومقصر. خلاص. ولو قيل ايضا يبلغ بمجرد الايمان، لو قدر مجرد الايمان لو التصديق القلبي ده الراجح، قلنا نعم، لكن متى يبلغ وكم من عقبه كؤول يقطعها الى ان يصل. لكن افرق هنا في مساله، واحد امن بقلبه واحد فضل كافر. اللي امن بقلبه ده نجا، عنده نوع من النجاه، وانه لن يخلد في النار بخلاف الكافر. الكافر خالد في النار. طب اللي امن بقلبه ما عملش طاعات، انه له خصوصيه في نوع من نعمه الله تعالى عليه ومن الولايه، لانه نطق الشهادتين فعصمه نطق الشهادتين وايمانه بقلبه من الخلود في النار لو دخلها. ولكن لما هيعمل كده هيجب هذا الرسل هو ايه؟ يجب عليه ان يحسن في ايمانه الذي امن بقلبه بان يعمل. طب لو قصر ما يكونش بخلوده في النار. ماشي؟ لما ناخد ايه من اهل المعاصي. ولو قيل ايضا يبلغ بمجرد الايمان، اي يبلغ ايه؟ يبلغ العبد ان العبد يبلغ الجنه بفضل الله تعالى، ولو قيل يبلغ بايمانه، وطبعا بفضل الله تعالى، ان الايمان ده اختيار الله تعالى له. قلنا نعم، لكن متى يبلغ وكم من عقبه كؤود يقطعها الى ان يصل. طيب قصر في العبادات يبقى اكيد معرض لخطر المشيئة. ما خطر المشيئة؟ أنه معرض لأن يسأل من الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وكان الترجيح للمغفرة إلا أنه إيه؟ إن شاء عذبه، فدخل في خطر المشيئة إن قصر في العمل، ها؟ يدخل في خطر المشيئة، وكان من عقبة كؤود عقبة صعبة يقطعها إلى أن يصل إلى الجنة، لو هو قصر في الأعمال. وقلنا إن إيه؟ يبلغ الإنسان الجنة بمجرد الإيمان. أول تلك العقبات عقبة الإيمان نفسه، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ واحد آمن لكن مستهتر بدين الله، والعياذ بالله تعالى ده مستهتر يسلب الإيمان وقد يموت على الكفر والردة، والعياذ بالله تعالى. أول تلك العقبات عقبة الإيمان، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا يسلم؟ هل هو كده مطمئن ان ايمانه يفضل معاه الى ان يموت، ام استهتاره ده واستهزاءه يجره الى استهزاء بالشريعه ويكر عليه بالكفر، ها، والرده. واذا وصل يكون خائبا مفلسا، لو وصل ما معهوش عمل، واضح؟ فيكون خائبا مفلسا، اذا وصل الى الجنه يكون خائب مفلس باعتبار ما معهوش عمل، معهوش ما امر الله به او ما ندب اليه الشارع. وقال الحسن، وقال الحسن البصري: يقول الله تعالى لعبادي يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالي. هذا من قول العمل، من قول الحسن البصري، أنه يقول الله تعالى لعبادي يوم القيامة، كأنه للشرح لحديث إيه؟ شرح لحديث إيه؟ لم يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة مما وفق. إن إيه؟ الدخول الجنة برحمة الله تعالى، واقتصاد درجة الجنة بالأعمال. خلاص؟ كما فسر ذلك الحسن البصري، قال الحسن البصري: يقول الله تعالى لعبادي يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. كل واحد حسب عمل، والأعمال القلبية كما قلنا أنها تؤدي إلى ارتفاع جامد في الجنة. ها؟ المرء مع من أحب. ماشي؟ عمل قلبي أو الحب لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلك مع الله ومع رسوله يوم القيامة في الجنة، فتكون أقرب ما تكون بإيه؟ بعمل قلبي. واضح؟ أيها الولد، ما لم تعمل لا تجد الأجر. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم.
نقف هنا كافية الليلة ونكمل المرة القادمة أيها الوالدين.